برحب بحضراتكم مرة أخرى في الزراعة المباشر. في بداية هذه الحلقة بنتكلم على تداول الطيور الحية وقرارات الدولة في المرحلة القادمة لتفعيل قرار 70 اللي من شأنه أن يكون في منع لتداول الطيور الحية، وهتبتدي الدولة بالقاهرة الكبرى والجيزة والإسكندرية. المجازر عليها دور كبير جدا. أنا معايا الدكتور حسن الجعويني رئيس الإدارة المركزية للمجازر، برحب بحضرتك يا فندم. مرحب بك يا فندم. دكتور حسن، المجازر في مصر هل فعلا تستطيع ان تستوعب كميات الدواجن اللي بتستهلكها الثلاث محافظات في المرحله الاولى؟ اكيد جمهوريه مصر العربيه فيها 321 مجزر للدواجن. أيوة. تستوعب اكثر من 2 مليون طائر يوميا. احنا مصر استهلاكها في اليوم ما بيزيدش عن 2.2 مليون طائر، وال 321 مجزر دول طاقتهم الاستيعابيه اكثر من 2.2 مليون طائر. فيما يخص تنفيذ القانون 70 لسنه 2009، احنا الاول بس هنعمل مهله بعد ما يتم التنسيق مع اصحاب المجازر اليدويه للدواجن بدائره المحافظات التي تم ذكرها من خلال تقرير سيادتكم، لتحويلها الريشات الاول لثلاجات. أيوه. ورفع كفاءه المجازر دي. بطمن المستهلك ان مجازر الدواجن في اشراف بيطري عليها. تنفيذ القانون 70 في شقين مهمين جدا. الشق الاولاني اللي هو عدم القيام بتحميل الطيور على السيارات الا بعد فحصها معمليا بالمعمل المركزي للرقابه على الانتاج الداجني. أيوه. وتبين خلو الطيور من مرض انفلونزا الطيور. أيوه. بيتم استخراج ترخيص عباره عن ورقه مائيه مختومه بختم الشعار، يتم من خلاله بمصاحبة التقرير المعملي اللي بيعلن خلو الطيور من مرض انفلونزا الطيور الى المجزر المسجل اسمه بالعنوان على تصريح نقل الطيور الحية. أيوة. بتوصل الطيور للمجزر، يتم ذبحها تحت الاشراف البيطري وتعبئتها وخروجها بالطريقة الصحية الآمنة للمواطن. اما حال عرضها داخل محلات حية، ده بيعرض صاحب المحل الى الوقوع تحت طائلة القانون، وهيتم تفعيل القانون واتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفين، سواء بنقلها بالمخالفه للقانون 70 والاحدى التنفيذيه او بعرضها للبيع حي. تمام. انا عايز حضرتك تشرح لي طريقه العمل داخل المجازر، لان انا عايز اعرف المستهلك برضو ان انت لما بتوفر لك المنتج بهذه الصوره انت بتحصل على منتج امن ويعتبر خالي من المسببات المرضيه. المجازر بتشتغل ازاي؟ بداية قبل ما اقول المجازر بتشتغل ازاي، نقول الوضع في المحلات شغال ازاي عشان المواطن يفرق. المحلات عبارة عن محل في حوض ومكان بيغلي فيه مية عند بعضهم كما في الاسواق، او وجود الرياشة اللي هي المكنة العادية. اللي واقف بيشتغل ده اولا استقبل طيور، رقم واحد مفيش معاه تقرير معملي يقول انا خالية من انفلونزا الطيور. ايوه. اتنين مفيش طبيب قام بفحص الطيور دي ولا فحص لحومها يؤكد خلوها من امراض، خاصة ان احنا عندنا بعض الامراض البكتيرية. أيوة. اللي سمومها بتؤثر على صحة الانسان وممكن تؤدي الى تسمم غذائي، فضلا عن نقل مرض السلمونيلا اللي بيعمل عن حضرتك عارف حمى التيفود وامثاله. فكل ده جوه المجزر في حائل دون وصول المستهلك. عندنا في المجازر بداية المجازر بيتم ترخيصها تنفيذا للقرار الوزاري رقم 499 سنة 2016. بيتم انشاء مجازر حد ادنى نصف الي مؤهله كلها صحيا سواء من الحائط او الارض او اماكن خروجها، ومزوده ثلاجات عشان يتم دخول المذبوحات من الدواجن داخلها حتى تخرج صالحه للاستهلاك الادمي. في اطباء بتستلم دوت وبتقوم على كشف على المذبوحات من الدواجن بعد الذبح، وكل ده بيتم الاشراف عليه لحين التاكد من خروج الدواجن من المجزر صالحة للاستهلاك الادمي. ودي بتكون مدة صلاحيتها، لو كان مجزر بيشتغل بالتبريد بتبقى مدة 6 ايام، اما الطائر اللي انت مشتريه فريش خارج عن المواصفة القياسية المصرية، وبالتالي انت بتشتغل لو انت بتذبح بره المجزر. لا، في نقطة برضه انا هأكد عليها مع حضرتك يا دكتور، النقطة دي مهمة قوي اللي حضرتك ذكرتها، ان انا لما بشتري منتج مبرد ده امن اكتر لما بشتريه فريش بسبب المعاملات اللي بتتم داخل المجزر. احنا كنا بندخل نصور داخل صالات الذبح بنشوف ان بيبقى في درجه حراره منخفضه، وبعد عمليه الذبح والاستدماء والتخلص من الدماء اللي موجوده داخل جسم الطائر بيخش على مرحله الغسيل بمياه شديده الحراره.
المستمع لحضرتك يبقى عارف ان لما انا بدخل الطائر سواء كان في الفراخ لمده ساعتين عند من 0-4 درجه مئويه اللي هي فتره تبريده، او دخول الرومي لمده 4 ساعات، انا عملت له حاجه ليها علاقه بحاجه اسمها الرايجور مورتيز اللي هو التثبت الرمي للطائر. أيوة. بتخرج بعض انواع بعض الاحرام، بياخد حمض بيقتل انواع من البكتيريا موجوده داخل الطائر. أيوة. قبل ان تكوين ماده الجلايكوجين اللي بتدي له طعم كويس الطائر. صح. وبعدين بندخله لتجميد الطائر اللي بيسمح له بمده صلاحيه 6 ايام، ده حد ادنى في اللي انا شرحته. لكن ممكن في بعض المجازر الاخرى لو توسع في الاجراءات الداخليه مر بالتجميد السريع اللي هو عندنا 40 درجه مئويه وبعدين الحفظ عندنا 18، احنا بندي للطائر مده صلاحيه تصل الى سنه. يا دكتور احنا ان شاء الله هنتابع مع حضرتك الملف ده لان لسه في تفاصيل اكتر ولسه في مجهود بيتم على كافه المستويات علشان